بأواخر الخمسينات والستينات لما العالم بلش يزدهر اقتصادياً وبلش يزيل آثار الحرب العالمية الثانية وصار في إعمار وازدهار في أوروبا وأمريكا. أكيد هذا انعكس على كل بلاد العالم. بلبنان بهذاك الوقت يعني بعد فترة استقلال لبنان سنة 43 مر بمرحلة فيها كثير من الحروب، الأزمات، المشاكل الحياتية العميقة بالشعوب العربية. يعني منبلش تماماً بعد الاستقلال صار في خمس حروب مع إسرائيل ابتداءً من سنة 48، 68، 73 إلى آخره. صار في خمس انقلابات بسوريا ابتداءً من سنة 49 للخمسينات. صار في اتحاد بين مصر وسوريا ما ضاين أكثر من ثلاث سنين. الجزائر كانت عم تعطي شهداء، مليون شهيد كان بهديك الفترة. كانت فترة كانت فيها كتير تحولات وهيدي انعكست كتير على الحياة اللبنانية. بس لبنان كان بعد فترة الاستقلال كان بنقدر نقول كان بسن المراهقة، كان عنده حساسية كتير، كان مثل الإسفنجي مستعد يشرب يستشرب الأمور الحياتية، الأمور شو عم يصير حواليه. كان عنده حس بالحرية وكان عنده الطموح أنه يبني شخصيته بعد نيله الاستقلال. فالإنسان اللبناني كان دايماً نشيط، الطبيعة بتساعده، متفائل، دايماً بتأكد أنه الشمس رح تطلع النهار الثاني. وكان هي فترة حلم، كان يحلم وكان يقدم على تحقيق هالأحلام هيدي. بهديك الفترة كانت بداية ازدهار شارع الحمراء. بداية ازدهارها هو كانت سينما حمراء الحقيقة، ومن بعد سينما حمراء صار في خمس ست سينمات. وبهداك الوقت كان الحضور الذهاب للسينما كان كتير أكثر من بالوقت الحاضر. كنا تقريباً كل ليلة أو كل ليلة كنا نروح على السينما، ودائماً كان اللقاء قبل أو بعد بالهورشو. هون أهمية تأثير السينما بمقهى مثل الهورشو. الهورشو كان مطعم، الناحية الإيجابية فيه أنه كان يلتقي، كان بزاوية لشارعين بتطل على أربع شوارع، وكان منفتح على هالشوارع كلها. هيدي ظاهرة بتلاقيها بس بباريس بالمقاهي. فمنح الدبغي كان كتير محظوظ أنه يكون عنده مركز جغرافي هالقد أهمية هيدا. يعني يمكن قلال بيعرفوا أنه قديش كان المحل كان مركزه، كان عنده أهمية بوجوده كمركز التقاء. الجامعة الأمريكية كان عنده كتير تأثير بالجيل اللي الستينات، الخمسينات والستينات بهذاك الوقت. يعني أنا بتذكر أنا كنت هونيك من سنة 59 للواحد وستين، تقريبا كل سنة كان عندنا على الأزيد مظاهرتين أو ثلاثة نطلع فيها. دائما كانت مواضيعنا هي فلسطين والجزائر. مثل ما قلت مر كتير عليه من حروب، من أزمات، لكن كمان كان بنفس الوقت شيء غريب أنه كل سنة يكون يصير فيها أزمة كبيرة يتواجهها ناحية إيجابية بالحياة الثقافية بلبنان. من أوائل النشاطات الثقافية يلي كانت تجمع اللبنانيين على الشعور أنهم عم بيقوموا بعمل مع بعض لتكوين شخصيتهم، هي كانت الندوة اللبنانية. هذا كان عمل رائع يلي عمله ميشيل أسمر واستمر فيه من سنة 48 للحرب السنتين. هذه كانت أول مبادرة لبنانية بكل معنى الكلمة. ميشيل أسمر بالندوة اللبنانية
أو بلش سنة 47 كان يدعي سياسيين ومثقفين وفنانين كبار يلقوا محاضرات. أنا كنت شاب صغير، بس كان أبوي كان يدعى إلى هدول وكان يأخذني معه. الندوة بهداك الوقت كان ظاهرة ما بتشوفيها بالوقت الحاضر. كانوا كل الفعاليات المجتمع السياسي والمدني تشوفيهم موجودين في الندوة. فكانت الندوة بؤثرة أفكار وملتقى أفكار يلي بعد ما صار شيء من هالنوعية هيدي. هلأ بعد السبعينات يعني في كتير بيصير في محاضرات وندوات وكذا، عدد قليل يلي بيروحوا لهونيك، ولكن الفعاليات الاجتماعية والسياسية ما بيروحوا، أو عدد قليل كتير يلي مهتمين في هذا. سنة 48 يلي صار معنا الحرب الإسرائيلية العربية الأولى يلي كانت هي الهاوي يلي العرب وقعوا فيها، كانت نكبة. بهديك السنة تأسست أصل اليونسكو، وكانت تأسست على سي مركز ثقافي إنساني كبير. ومن هذاك الوقت كانت نشيطة، عملت نشاطات قوية بالنواحي الفن والأدب. أصل اليونسكو كان عنده فضل أنه يعمل كل سنة معرض الربيع يلي كان يدعى له كل الفنانين ومهتمين بالفن أنه يجوا يعرضوا يلي عندهم. فكان معرض ضخم دايما يكون فوق 350 عمل كانوا يعرضوا بهذاك الوقت. الانتقاء ما كان مثل بمتحف سرسوق، كان انتقاء كتير بسيط، كان يجربوا يعطوا فرصة لكل واحد فنان أو غير فنان معروف أنه يعرض. هيدا كانت ناحية كتير إيجابية بوزارة التربية، بمركز بدائرة الفنون الجميلة بالوزارة. كان وقتها المسؤول عنا فؤاد حداد يلي كان معروف بأبو الحن. دائرة الفنون بوزارة التربية كان عندها دور كتير مهم يلي كانت هي استمرار للدورة أيام الانتداب الفرنسي. كانت تبعت فنانين كل سنة لباريس ليتعلموا فن. كل سنة كانت تبعت على القليل واحد أو اثنين لباريس. سنة 61 كان الفشل كبير للوحدة بين سوريا ومصر. تماماً بعدها منشوف أنه تأسست مؤسسة متحف السرسوق. بهديك الفترة السرسوق هذا مدينة بيروت قصره لحتى يصير متحف للفن اللبناني. بعهد كميل شمعون حولوا لبيت ضيافة للأشخاص المهمين يلي كانوا يزوروا ويتزاور معهم. كان يتزاور مع كل ملوك المنطقة والأمراء وكل هدول، فحولوا لقصر ضيافة. جمعية الفنانين وعدد كبير من الفنانين قاموا بنداء لرئيس الجمهورية أنه يرجعوا لبلدية بيروت ويكون متحف للمدينة، وهيك صار. فبلشت نشاطاته. من أهم الأعمال اللي عملوا كان كتير نشيط بهداك الوقت، كان يستقطب أعمال رائعة من حول العالم، من أوروبا، من أمريكا اللاتينية. كان دكتور كميل أبو صوان مديرة الفعلي،
وكان هو مثقف وواسع الاطلاع، فكانت مرت بالعصر الذهبي تبعه. بهذاك الوقت كمان أسس كميل أبو سوان معرض الخريف يلي بلش بداية كتير كلاسيكية، يلي جمع الفنانين الكبار وطلب منهم يتقدموا بأعمال، ولكن خلال سنتين غير سياسته وغير لجنة الحكم والانتقاء، سياسة الانتقاء لمن يعرض. بهذاك الوقت كان يتقدم فوق 150 للـ200 عمل، كان دايماً يتنقى، ما كان يتجاوز 100، دايماً بحدود حوالي 80 عمل كانوا لجنة الحكم تنتقيهم. وهون دور متحف سرسوق باستدارته من العمل الكلاسيكي للاتجاه الحديث بالفن، ولأول مرة بشكل قوي الأعمال التعبيرية بلشت تبين بشكل قوي، اللون بلش يظهر، والطابع اللبناني بالفن حقيقة بلش يبين بأوائل هالمعارض هيدي. وهيدي راجعة لسياسة انتقاء لجنة الحكم وسياسة لجنة الحكم بدورة الحداثة في الفن التشكيلي بلبنان. Israeli government officers announced their victory wipes out previous armistice agreements and frontiers. سنة 67 صارت الحرب الإسرائيلية العربية الثانية، وكانت فاجعة كبيرة. منشوف بنفس السنة أسست جنين غبيز مع مجموعة من الفنانين دار الفن والأدب، وكان بلش بفعالية قوية كتير، وكان منفتح على العالم وعمل كتير نشاطات فنية مش بس بلبنان، بس جاب فنانين من برا، وكان يلقي كان يصير ملتقى لأعضاء النادي ومعزيمهم أكيد، ويصير في محاضرات. بعدين بالستينات كان في يوسف الخال عمل مجلة شعر، وهنا يوسف دخل بالحداثة الشعرية بشكل عميق كتير، ترجم لتي اس اليوت، ترجم لكبار الشعراء الإنجليز، واستقطب شعراء عرب من كل البلاد العربية. ومن خلال استقطاب الشعراء استقطب الفنانين التشكيليين، ومن مركز خميس شعر، خميس مجلة شعر، أسست هن الخال جاليري وان، وكان هو أول مؤسسة جاليري يلي قامت بأعمال معارض لفنانين عرب من السودان للسعودية للعراق لسوريا لكل بلاد العربية. وكانت هي أول جاليري يلي فعلاً اشتغلت كجاليري. دايماً كانت الجاليريات قبلها كانت هي مكاتب عرض مفروشات أو أنتيكا أو أمور هيك. جاليري وان كانت الأولى من هالناحية، وكان عندها ستوك تبعها، ستوك بسيط منه كبير لحتى تبيع الأشياء الباقية من المعارض، خاصة من معارض الفنانين العرب. بهذاك الوقت يوسف اقترح علي، على وضح فارس، على عادل منادى أنه نقوم بنشاط معه كمان مع ستاليوس كامانجا، بس ولا واحدة من هالأشياء زبطت معه. فوقتها قمت أنا ووضح فارس قررنا أنه نفتح جاليري، وفعلا مش بعيد 100 متر عن
مركزنا بمقهى هورشو، لقينا محل مناسب، شقة أرضية حولناها لجاليري كونتاكت، وبلشت تعمل جاليري. كانت كتير نشيطة من سنة 72 ل 78، كانت تعمل تقريبا حوالي 10 معارض بالسنة، اللي هو كان عدد كتير كبير. وعدة من المعارض كانوا معارض بارزين بنواحي من الفن يلي منا معروفة بلبنان. Contact Gallery came to exist in 1972. So Wadah Feris and Cezanne Amour knew each other, they were dear friends, and they thought about opening an art gallery. And they thought about a common friend of theirs, Mireille Thabit, who became Mireille Namour, to help out, to be a bit of the face of the gallery. So she joined enthusiastically. She came also from an artistic background, and she was already connected to artists from AUB, when she studied fine arts at AUB, and from Guvder's studio. So it opens its door in 1972, and it started exhibiting at a very frenetic pace. They would be showcasing a new artist every 2 weeks, and it went super quick. It was rolling like a really well-oiled machinery to be able to work at such a high pace. Contact wanted to be experimental in its choices of artists, and Wadah also knew some newly emerging artists that he had the willingness to promote. So Dorothy Saheb Kasimi was one of the artists that was exhibited there, where she showcased a functional object, which was extraordinary for a ceramist to be put in an art gallery with uniquely functional pieces. بهديك الفترة صارت فورة جاليريات، حقيقة صعب تفسيرها، صارت مودولار، دلتا، انترناشنال، عشرات الجاليريات صارت بهداك الوقت. فصارت راس بيروت بالأمسيات ملتقى المحبي الفن، يعني كانوا ينتقلوا من جاليري إلى جاليري يحضروا الافتتاحيات تبعيتها. بيروت بفترة الستينات كان فيها عشرات الجرائد والمجلات، وكانوا بيتسابقوا ليعبوا الفراغات عندهم. افتتاح الجاليريات كان هو حدث اجتماعي أكثر ما هو حدث فني، ولكن كانوا كل الجرائد وكل المجلات كانوا يكتبوا عن افتتاح هالمعارض. وبعدين الفنانين لما كانوا يجوا من الخارج كانوا بكل سرور، كانوا الصحافة هون تستقبلهم وتاخذ أحاديث منهم. حرية الصحافة عندنا اللي أدت لكثرة لتضخم حقيقة عدد الصحف والمجلات والجرائد كذا، هيدا خلى يصير في حركية ديناميكية، وصار في نشر كتير لضيوف بيروت من الفنانين العرب، فكانوا يحسوا أنه هيدي انطلاقتهم للعالمية من خلال بيروت. من المحاولات اللي عملناها أنه عملنا جمعية النقاد التشكيليين اللبنانيين، كنا فيها 8، كان فيها نزيه خاطر رئيس، جوزيف طراب، سمير صايغ، هن الخال، فيصل سلطان، مها سلطان، وأنا. أنا كتبت مرة، كان بدايتي بالكتابة شاهدت معرض لسامي رفاعي، معرض نحتي، فحبيت أني أكتب بعض الملاحظات عليه، فكتبت كم ملاحظة، طلعوا حوالي 10 ملاحظات، وأنا شفتهم حلوين، ليش ما أعملهم مقالة؟
بالنهاية عملت مقالة. بعدين وين رحت؟ رحت على الهرشو. وينك يا أنسي؟ في عندي هالمقالة. أوكي أخذها. اتصل فيي بعدين قال لي اكتب وبعت لي. بالنسبة لسيمبوزيوم غشانة، ألفريد بسبوس كان صديق كتير حميم لألي. ألفريد قرر إنه ليش ما بيعمل سيمبوزيوم. كان حاكي بالزمانات مع ميشيل، كانت الفكرة موجودة مع ميشيل، وبعدين ما عمل شيء بخصوصها. فالحقيقة رجع نزل عندي قال لي بدي أعمل سيمبوزيوم. قلت له أوكي، بعد يومين راح أطلع لعندك وجيب لك قانون يلي كيف بنعمل سيمبوزيوم. وهيك صار. من النحاتين يلي كانوا منفتحين بفترة الستينات على الأساليب الجديدة بالتعامل مع المادة، أكثر شيء كانوا ميشيل بسبوس وسلوى غودشير. ميشيل اشتغل بكثير مواد، مع أنه هو بالأساس هو معماري جبلي، همه الحجر وخبرته هي مركزة على الحجر. مع هيدا قام بأعمال بمواد غير الحجر والخشب. سلوى كمان بالأتيولية الصغيرة تبعها كانت تشتغل بكتير مواد. أكيد الحجر ما كانت واحدة منهم، لأنه بداية الأعمال النحتية للفنانين في المدينة هي الطين. فهي من الطين انتقلت للصب البرونز، للخشب. كانت أعمال صغيرة يلي بتتناسب الأتليه تبعيتها، وبتتناسب مع العدة الحساسة الصغيرة اللي بتشتغلها. بمراحل بعدها يعني صارت تطلب إنه ينعمل لها دوبليكت بالحجر. هي اشتغلت بالبلاستيك كمان، ولكن كمان انطلقت بطريقتها الخاصة. الفنان اللبناني بقي فردي وبقي يشتغل كفنان بالأتيلي تبعه بقطع النظر عن مجتمعه. مشان هيك ما منشوف تجمعات للفنانين. في تجمع واحد صار بطرابلس، الفنانين العشرة، ولكن هالتجمع قدروا يعملوا بعض الأعمال مع بعض، لكن ما قدروا يعملوا الشيء اللي كان ينعمل بمصر أو بالعراق بتجمعات الفنانين بأسلوب. كل أسلوب معين كان يعمل تجمع من الفنانين. هذا صار بمصر، صار بالعراق، لكن ما صار بلبنان. بقي الفنان اللبناني ملون، عم مرتاح لأسلوبه، عم بيبني شخصيته، وعم بيشوف الرؤية تبعيته من خلال أعماله. In contact, it was shining bright for a few years until the civil war, and then Wadah Feris left, and my mother took over the duty of designing posters from 75 to 78. Cézanne Amour and Mireille Thabit worked to sustain contact amidst the chaos of the civil war, even after the gallery was pillaged by militias. So they dusted it off and opened it again, and they called it a day in 1978, and it closed the door permanently. People usually know one aspect of Cézanne Amour, either the industrial or the art critic or the mayor of Rabier. So every public endeavor was always kind of a surprise, like it was something abrupt. And people who've known him in any kind of field know that Cézanne Amour was always about having one thing that leads to another, a process and opportunities and jumping on things. So he was given the responsibility of running the lime factory. Probably out of boredom, he wanted to think about different ways to use the remaining parts of the limestone
So he had to be creative, and he was creative. So it was about optimizing this this stone to make paint, school equipment, art materials for children, and all of this, chalk, green boards, blackboards, etc. One thing led to another. And he expanded the spaces. He created a new factory and then another one, and have all of these things running. I wasn't really sure about what was happening outside those the safe space of home during the Civil War, but he was very much involved in the art scene. Back then, we had artist friends coming at home all the time. Hadi Fidelis was a regular. The Basbouz brothers were always there. People from theater as well, Rifat Turbey. He had those really deep friendships with the artists. They were just friends with whom he would have hara. I'm really going outside the scope. But that was the 80s. The 90s, I was a little older, and I saw my father being involved in different ways in arts, writing and publishing books, going to show openings. I was more aware of what was happening in Beirut, and his life was structured around art. So it was an ongoing process of, and I could see him also in symposiums, the support he was giving, the keen eye he was giving to artworks, his ongoing relations, getting closer to the younger generation of artists. So it was really one thing leads to another. And then there was Recto Verso that he opened with his partner, Gabriel Schaub. And the book festivals that were prior to Recto Verso. And Makam was kind of a natural outcome of all of this rich life that was always injected with art, a space available for people to work in. So it was all about creating opportunities for people who needed in a very natural and simple way. So this space was emptied. He added his own collection. He added the installations that were stored here. He added more to it. He got donations and loans, and Makam happened. It became a non-lucrative organization, a non-profit organization that was here for the public with an educational purpose because of also his prior endeavors of maybe having difficulty accessing adults. You know, let's start with the kids. Let's make an educational museum, and this is how Makam took shape. كنت اضطرينا نسكرها خلال الحرب السنتين. لما خلصت حرب السنتين رجعنا جددناها. وقمنا بثلاث معارض الحقيقه. قمنا بمعرض لسلوى غوضة شقيق، لشفيع عبود، لوجيه نحلي. بعطين اكيد قوية المشاكل واضطرينا نسكر وأكيد انسرق كل شيء موجود عندنا وأهم شيء بالنسبة لي يلي انسرق هو الأرشيف تبعي ولكن رجعت قدرت جدد قد ما بقدر والحمد لله بمتحف مقام عندنا أرشيف كتير مهم للفنانين اللبنانيين